السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعين قناة رضا الدسوق الأعزاء، أهلا وسهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة وخاصة بالخدمات الأهلية أو الخدمات اللي تخص الأهالي في ربوع مصر. هنتكلم النهاردة عن موضوع مخالفات البناء أو التصالح في البناء. طبعا كل اللي شاغل الساحة والرأي العام حاليا على السوشيال ميديا وفي كل مكان موضوع مخالفات البناء أو التصالح على البناء. هنتكلم ونشرح كل الموضوع بتفاصيل، ركز معايا. أنا فضلت إن أنا أشرح الموضوع يكون ظاهر قدامكم زي ما انتم شايفين على الشاشة كده عشان نركز في كل نقطة مع بعض هنتكلم فيها. فبتمنى من كل الناس اللي بتتابعني انها تشترك في القناة وتفعل الجرس وشير ولايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد والكل يستفاد من النقط ديت ونقدر نعرف وضعنا ايه في مخالفات البناء والتصالح عليه. هنركز مع بعض ونشوف كل الكلام ده انا فضلت ان انا اجيبه لكم قدامكم عشان نمشي نقطة نقطة مع بعض. في البداية انا بتكلم هنا عن الموضوع ان اي حد عنده مخالفة بناء قديمة او جديدة لازم يعمل تصالح من سنة 2008 لحد النهاردة 2020. طيب الموضوع احنا عاملينه نظام سؤال وجواب، هنبدأ مع بعض ونعرف التفاصيل كلها واحدة واحدة، وركزوا معايا واسمعوا الفيديو للآخر عشان في آخر الفيديو هديكم الزتونة بتاع الموضوع والاستمارات المطلوبة وقيمة المخالفة اللي مطلوبة عليك او ان كان عندك محاضر او حاجة ازاي تنهيها وازاي تلغي الكلام ده كله ما يكونش عليك قضية وتسقط القضايا عن طريق المحامين اللي هتجاوبوها. تابعوا معايا لآخر الفيديو للنهاية، وياريت اشتراك وشير وفعلوا الجرس علشان المواضيع اللي جاية بعد كده مهمة جدا لكل الناس اللي بتتابعني. طيب هنبدأ في السؤال الاول، بيقول لك امتى اعرف انه ينفع اعمل تصالح؟ الكلام ده كلنا بنسأله البعض وبنسأل بعضنا ازاي اعرف ان انا اعمل تصالح او اعمل تصالح ازاي. في الحالة دي هنشوف تاريخ المخالفة اذا كانت خارج الحيز العمراني حتى تاريخ 22/7/2017 او داخل الحيز العمراني حتى تاريخ 8/4/2019. لازم نحدد النقطتين المهمين دول، داخل الحيز او خارج الحيز، وطبعا مرتبطة بتواريخ زي ما قلنا 4/2019 و7/2017 اذا كانت خارج الحيز العمراني. طيب هو انا عشان اعمل تصالح لازم يكون اتعمل لي اي محضر؟ بص يا باشا، في النقطة دي مش لازم يكون اتعمل لك محضر عشان تقدم على تصالح، بمعنى ان انا بنيت البيت بتاعي وما اتعمليش محضر، لكن انا داخل المخالفة بخصوص ان الموضوع كله بيتكشف عن طريق الجي بي اس او تحديد الاماكن او التغير المكاني. فكل الناس اللي بنت سواء اتعمل لك محضر او ما اتعملكش محضر لازم تقدم على التصالح. طيب في سؤال تاني بيقول انا طيب لو انا ما اتعملش ليا محضر هستفاد ايه من التصالح؟ وهو النقطة نفسها مرتبطة باللي قبليها اللي احنا كنا بنتكلم فيها. فبنقول يا جماعة هتقنن وضعك ازاي؟ مش معنى ان انت ما تعملش ليك محضر لسبب ما سواء كوسة او اهمال يبقى حضرتك مش مخالف، لا مخالف، ومش هتقدر بعد كده تعلي طوبة واحدة في البيت عشان انت ما عندكش اساس الرخصة وما قدمتش على التصالح. مبدئيا موضوع الرخص في البناء لازم كلنا ناخد بالنا ان هي حاجات مفيدة لينا كلنا. لازم يكون عندنا ترخيص للبناء بتاعنا عشان نقدر نقدم على الخدمات سواء كهرباء او مياه اللي هي المرافق او الصرف الصحي او الغاز، يعني ايا كان لازم يكون في رخصة عشان كل الكلام ده نستفاد بيه من المرافق اللي هتتقدم لك. طيب نيجي لنقطة السؤال اللي بعديها، طيب لو اتعمل لي محضر والحمد لله خد براءة في وضع ايه دلوقت؟ محضر البناء بدون ترخيص له شقين، شق جنائي وشق اداري. البراءة بخصوص الشق الجنائي ده خاص بشخصك، يعني انت خدت براءة خاصة بك انت كشخص. يعني الناس كتير بتقول لك انا طالما خدت براءة يبقى خدت براءة في القطعة بتاعتي، لا انت خدت براءة منك انت كشخص كتعدي على اراضي زراعية او ارض بدون ترخيص او بناء بدون ترخيص. ده بالنسبة للشق الجنائي. الشق الاداري فانت ما زلت مخالف ومش هتعرف تعمل تعلية او تبني ادوار تانية، ولو جيت ترفع دور ونعمل بور ما هيتعلم عليك يا معلم. طيب هيتعمل لك محضر مباني بدون ترخيص، ده المحاضر الجديدة، محضر استئناف اعمال ومحضر عدم تنفيذ قرار ازالة. طيب الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انا لو انا اتعمل لي محضر مخالفة مباني ورحت رفعت قضية او اتعملت لي قضية وخدت فيها براءة، انا بالنسبة لي كشخص خدت براءة في القضية بتاعتي اللي هو الشق اللي احنا اتكلمنا فيه الجنائي. اما الشق الاداري فانا مازلت مخالف على الوضع القائم، فلازم اقدم على تصالح بناء.
ومجرد ما بقدم على تصالح بناء المحامي اللي ماسك لي القضية بيبدأ يعمل لي يلغي لي القضايا اللي موجودة على القطعة ديت وعلى المعين اللي هي أنا بنيت عليها أو عملت عليها المخالفة. وكده أنا ببقى معايا تصريح ومعايا ترخيص بالقطع بتاعتي، وأقدر أبني وأزود براحتي وأعمل كل حاجة هزودها بعمل بيها ترخيص. طيب في سؤال تاني بيقول لنا أنا هستفاد إيه من التصالح؟ التصالح ده يا سيدي عبارة عن إنك بتشتري رخصة للبيت حتى لو البيت خارج الكرتون المباني، يعني أصبحت داخل الكرتون وليك حق في جميع المرافق زي ما ذكرنا في النقط اللي فاتت. طيب السؤال اللي جاي ده بيقول لك طب التصالح بيكون ازاي؟ التصالح هتقدم بصورة البطاقة وصورة عقد البيت، والمحامي بعد كده عارف شغله كويس. طبعا المحامين كتير وعارفين وفاهمين القصة دي كلها، ولو افضل ان انت بتتابع مع مهندس استشاري او مهندس مساحات والكلام ده هو اللي بيظبط لك الليلة دي كلها، وبتتابع المحامي عشان القضية اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي الشق الاداري. طيب القضية اللي شغالة اعمل فيها ايه يا استاذ؟ لما بتروح تقدم على التصالح المحامي بيقدم المستندات المطلوبة، بياخد حاجة اسمها نموذج 3، هو ده اللي احنا اتكلمنا عليه في بداية الفيديو وقلت لكم هتعرفوا الكلام ده. النموذج رقم 3 ده او نموذج 3 اللي بيتقدم للمحكمة وتوقف القضية تعليقا لحين الفصل في التصالح، وكده كده انت هتطلع لك رخصة للبناء فهيسقط عليك كل القضايا. طيب بيجينا سؤال تاني، واحد بيقول طيب بصراحة كده انا خايف اتدبس وادفع فلوس كتير في التصالح ده اعمل ايه؟ بص يا سيدي، انت ممكن تعمل حسبة بسيطة كده تعرف هتدفع حوالي كام تقريبا. هتحسب مساحة البيت الاجمالية الطول في العرض، يعني مثلا عندك بيت 100 متر هيبقى التصالح 100 متر في عدد الادوار المخالفة. لو انت باني دورين 3 4 هتحسب 100 متر في 3 ادوار ب300 متر، يبقى عندك هتتحاسب على 300 متر. سعر المتر بيبدأ من 50 جنيه ل125 في الكرة، والكلام ده بيتحسب على اساس الشوارع والمنطقة والمساحة والعرض الشارع والمنطقة اللي انت فيها، اذا كانت واجهة او على طريق عام او شارع داخلي، كل الكلام ده في الارياف والناس اللي في القرى عارفين القصة دي. فسعر المتر بيبدأ من 50 ل125 جنيه. واخر ميعاد للتقديم على التصالح امتى؟ طبعا كل الكلام ده مهم جدا ولازم نركز ان اخر ميعاد هو 30/9/2020، يعني مش هتعرف تقدم على تصالح بعد الميعاد ده. فدي فرصة لينا كلنا ان احنا نقنن اوضاعنا ونعمل تصالح، واهم حاجة اهم حاجة ان انت تحصل على استمارة رقم 3. طيب سؤال تاني بيقول لنا طيب معلش نسيت حاجة مهمة اسأل عليها، بالنسبة لموضوع التواريخ والتصالح على المخالفات قبل 2017 خارج الحيز، وانا بصراحة المحضر معمول بعد التاريخ ده بكتير، ايه الحل؟ بسيطة يا سيدي، بإذن الله لها 3 حلول: شهادة كربونية، تصوير الجوي اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو التغير المكاني، اي صورة تعاقد على اي مرفق كهرباء او مياه. كل الكلام ده تقدر تحصل عليه من المجلس القرية اللي انت تابع فيه. طيب التكلفة هيكون اقل من الغرامة بتاعت المحكمة، واقل من الازالة للبيت، اقل من كفالة النيابة العسكرية اللي بتوصل لمليون ولا تقل عن 15,000، وكمان قيمة التصالح قيمة المصالحة بتتقسط وبتدفع منها 25% والباقي على 3 سنين، يعني الحكومة سهلت لك والاجراءات والتفاصيل دي كلها. فاحنا هنتكلم عن النقط دي كلها مع بعض تاني ونعيد حاجات بسيطة منها عشان نفهم النقطة الأخيرة دي اللي هي بتاعة التكلفة. التكاليف يا سيدي بتكون أقل من الغرامة بتاع المحكمة، يعني لو انت اتعملت لك قضية وحكمت هيبقى في غرامة، لكن لو انت قدمت تصالح الغرامة هتكون أقل بكتير، أو التكلفة اللي انت هتدفعها أقل بكتير، بمعنى ان انت هتدفع 25% وتقسط الباقي على كام سنة؟ على 3 سنين. كمثال انا عندي زي ما قلنا 100 متر في 3 ادوار انا بنيهم، اصبح الموضوع معانا كام؟ 300 متر. 300 دول بيتضربوا في مبلغ، المبلغ ده بتدفع منه 25% وتقسط الباقي على كام دو على كام سنة؟ على 3 سنوات. يعني الموضوع سهل ومبسط جدا، وياريت ياريت كلنا اي واحد مخالف في البناء يسرع في الاجراءات بتاعته ويروح لمجلس المدينة او القرية بتاعه بيطلب المحضر اللي اتعمل له، سواء اتعمل لك محضر او ما اتعملش محضر بتطلب جسيمة. جسيمة دي تقريبا ب125 جنيه، بتاخدها وبتطلع لو انت من قرية بتطلع على مجلس المدينة بتاعتك بتقول لهم انا عايز اتصالح في القطعة الفلانية المكان الفلاني في الحيز كذا، الجواب بتطلع بيه من مجلس القرية بتاعك لو انت ساكن في قرية،
بتاخد الجواب ده بتطلع على مجلس المدينة، بتورد هناك قيمة التصالح اللي هي 25%، بناء عليها يبدأ يديك جواب تاني تتحرك بيه وتقدمه في المحاكم عشان تلغي كل القضايا اللي عليك. ولو جات لك إزالة بتقدم الجواب بتاع الإزالة ده. النقطة المهمة اللي احنا قلنا عليها هي بتقدم جواب الإزالة ده للي جاي ينفذ الإزالة، فبيوقف الإزالة وما بيعملكش إزالة وبتقضي وقتك عادي وتستفاد بالعين بتاعتك. طيب أنا هحصل على استمارة رقم 3 اللي هي بتتقدم في المحكمة وبياخدها المحامي عشان يسقط عليك كل القضايا اللي معمولة بيك ليك، سواء كانت قضية جنائي أو الشق الجنائي أو الشق الإداري زي ما ذكرناها في النقطتين الأوائل. طيب كده احنا وصلنا لنهاية شرح الموضوع. هسيب لكم الملف ده موجود أسفل الفيديو، والشرح أتمنى يكون عجبكم ويكون وافي ليكم، وبالتوفيق للجميع، وإن شاء الله الفترة اللي جاية هنزل لكم كل التفاصيل الجديدة، سواء كانت خاصة بالتصاريح الجديدة بتاعت البناء والأدوار وتكلفتها. تابعوني وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لعدد كبير، واشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد بينزل على القناة. تحياتي ليكم، كان معكم رضا الدسوقي، قناة رضا الدسوقي للبرمجيات والمعلومات والخدمات الحكومية والأهلية. نشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله.